للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الكويت سيادة المستشار يوسف عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة جلوبال للعقار والاستثمار ورئيس فرع دولة الكويت لهيئة سفراء الاستثمار والتعاون الدولي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يوسف. وبداية وكالة موديز توقعت ارتفاع نمو الاقتصاد الكويتي بشكل طفيف تقريبا 1.14% في 2020. طبعا موديز تقول انه القطاع العقاري والقطاع المصرفي هم من سيدعمان هذا النمو، لو تحدثنا بشكل اكثر عن أهمية هذين القطاعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام، وأنا سعيد في اللقاء معكم إن شاء الله. الحقيقة قد يحدث تعديل في الميزانية لأنها تخضع لعدة أشهر من التدقيق والمفاوضات في أيضا مجلس الأمة للموافقات مع تحديد أيضا موعد الانتخابات التشريعية القادمة في الربع الرابع من 2020، فمن المحتمل أن يكون هناك ضغط من المعتاد على الحكومة لزيادة المخصصات والإنفاق قبل التصويت على الميزانية، وهذا يحصل عادة يعني. أيضا من المرجح أن تمنع الانتخابات المقبلة الحكومة من اقتراح أي تدابير جديدة في مهمة زيادة الإيرادات، أيضا في منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام 2017 اعتمدت الحكومة بالكامل على صندوق الاحتياطي العام لتلبية متطلبات تمويل العجوزات الإجمالية والتسريع بخفض حجم هذا الصندوق. نعم طيب اقتصاد الكويت متين. نعم طبعا اقتصاد الكويت متين جدا وهي من أفضل الدول طبعا أداء في هذا المجال، لكن إذا تحدثنا عن عجز الموازنة ونعود مرة أخرى لتوقعات وكالة موديز تقول أنها ربما تكون في حدود 17%، كيف ترى أنت هذا الرقم أو هذه النسبة؟ الحقيقة يعني كنسبة نعم هي تعد من خلينا نقول من أكبر يعني العجز في الميزانية في على التاريخ يعني، ولكن يعني في أمور أخرى أيضا نود أن نتحدث إليها وهي مهمة جدا ترفع في الاقتصاد الكويتي. في الآونة الأخيرة تم تغيير السوق من نامي إلى ناشئ في خلال السنتين التي فاتت، تم تداول قيمة 3 مليار دولار تقريبا باتجاه اقتصاد الكويت، هذا يعني أيضا يدعم. أيضا سوف يتم ضخ ما يعادل تقريبا 6 مليار دولار عفوا مليار دولار في شهر 6 القادم، هذا أيضا سوف تضخ هذه المبالغ صناديق سيادية أجنبية، هذا أيضا يجعل ثقة جدا كبيرة في السوق الكويتي. والسوق الكويتي أيضا هو واعد من قبل المستثمرين الأجانب، ويعني نأمل ويعني أنه يكون في تحقيق عوائد جدا ممتازة بإذن الله إن شاء الله. طبعا الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، شأنه شأن دول متعددة، ورغم الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات للقطاعات غير النفطية لكن ما زالت الإيرادات النفطية هي الأساس. كيف سيكون التأثير على عجز الموازنة في حالة تراجع أسعار النفط بسبب كل الظروف الجيوسياسية التي نمر بها حاليا؟ نعم بلا شك الأوضاع الجيوسياسية لها تأثير كبير في أوضاع الاقتصادات الدول، وبدون شك يعني أنا لا أريد أن أخوض في جانب سياسي في هذا الحوار، ولكن قد يكون يعني الآن عجز الميزانية كأرقام ودراسات محاسبية بحتة هي مقدرة وليس هي بحقيقية 100%. يعني عندنا الفترة اللي فاتت التداول يومي
يعادل 20 مليون دينار كويتي. هذه الأرقام خلال 3 ساعات فقط، ثلاث ساعات ونص، ما يعادل 100 مليون دولار تقريبا في البورصة الكويتية. أيضا بالنسبة حق سعر البرميل، متوقع قد يكون في ارتفاع، وهذا يؤثر على العائد أو التدفقات المالية. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا المستشار يوسف عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة جلوبل للعقار والاستثمار، وطبعا نتطلع لمقابلتك في مرة أخرى مقبلة.